يسعد صباحكم عن جديد. هلا اليوم طبختنا لليوم مثل ما قلنا معجنات مع باستا. حيكون بيتزا معنا مع الباستا. رح نشوف مقادير البيتزا مع بعض اول شيء، بعدين بنشوف مقادير سلطه الباستا. طبعا الباستا انا هعملها سلطه. هلا رح نشوف المقادير مع بعض. جبنه مبروشه، فطر وبندوره وفليفلي انا حاطه مع بعض. طبعا بيتزا خضار حنعمل وبيتزا اجبان. الاجبان اللي حتكون معي لبيتزا الاجبان جبنه شيدر وجبنه ريكفورد وجبنه الموزاريلا. وحتكون معنا لبيتزا الخضار جبنه الموزاريلا والخضار اللي حكينا عنها، الفطر والفليفلي والبندوره، الزيتون الاسود، صلصه البيتزا حنعملها رح يكون في البندوره، دبس البندوره، البصل، الثوم اكيد، زيت الزيتون. هلا رح نشوف مقادير العجين مع بعض، طحين، بيض، حليب، سكر، خميره. هلا هيك صارت عندنا العجين جاهزه ومقادير البيتزا جاهزه. رح نشوف مقادير الباستا، بندوره كرزيه طبعا باستا حنسلقها، وفليفله خضراء وفليفله حمراء، عصير ليمون وزيت زيتون، زيت ابيض لح مشان نستعمله لدهن صينيه البيتزا. هلا هيك والبهارات اللي حنستعملها لليوم هي فلفل، ملح وأوريغانو. هلا صارت عندنا المقادير جاهزه، رح نبلش، رح نروح مع بعض لنشتغل مع بعض. هلا اول عمليه رح نعملها هي رح نسلق الباستا. رح نستعمل باستا دولامي، بننزلها بالمي، طبعا مي انا عم تغلي عندي. صارت عندي جاهزه، ننزل الزيت والملح مثل ما تعودنا دائما، نحرك شوي. هلا بنشغل كمان غازنا لنحضر صلصة البيتزا مع بعض. هلا صار غازنا جاهز، بطنجرة على النار كمان. هلا بنخلي الباستا لحتى تنسلق. هلا بننزل بطنجرة الصلصة زيت زيتون، بصل وثوم، بصل حنستعمل نص كمية البصل والنص الكمية الثانية حخليها للسلطة أنا. هلا هيك صارت أنا عندي جاهزة البصل والثوم، بنحرك شوي، بنقوي غازنا على الباستا، خليها تنسلق مزبوط. طبعا مثل ما قلنا إنه الباستا نحن للسلطة لازم تكون مستوية ثلاث ارباع الاستواء مو نصف استواء. في كثير اشخاص بيحبوها ان تكون مستويه نصف استواء، كمان ما نو غلط. هلا بنزيد شويه زيت الصلصه، بنخليها بننسفها شوي صغيره. بهالاثناء رح نروح نعمل العجين مع بعض. رح نروح لعند العجاني، طحين، بيضة، ننزل البيضة على الطحين، خميرة، سكر، معلقة صغيرة، والحليب. هلا إذا احتاجت مي نحن رح نحط مي. العجين عنا نطبق وبنخلط. هلا موجود عندي انا هون المي. هلا كمان انا رح نزل على العجين زيت زيتون تقريبا معلقتين وزيت ابيض، خليهم يختلطوا شوي نرجع لهم. هلا بنروح لعند البصل والثوم، صار عندي انا جاهز، بننزل البندوره المبروشه طبعا، ودبس البندوره، بيساعدني دبس البندوره على تخسير الصلصه واعطاء اللون والطعم طيب.
هلا هيك صار عندي انا الصلصه هون جاهزه. نرجع لعند العجين، بننزل المي شوي شوي على العجين مشان انا ما تكون عجينتي صارت رخوي. بحاول انا اعطيها الكميه الكافيه من المي. هلا بننزل بالاوريجانو على العجين. طبعا الاوريجانو اختياري، بس انا بحب نزله او حطه بعجينه البيتزا، بتعطيها طعم كثير طيبه ونكهه كثير طيبه اثناء الشوي. هلا بنخفف شويه صغيره وبنخليها تختلط العجين على 100 مهله لحتى تاخذ القوام الجيد. هلا هيك عجينتنا صارت جاهزه، الباستا عم تنسلق وصلصة البيتزا كمان عم تتحضر. هلا هيك صار عندي انا صلصة البيتزا تقريبا صارت جاهزة. هلا بنزل بالملح الاوريجانو مثل ما تعودنا، بننزل على صلصة البيتزا، فينا نحن نحط حبق، فينا نحط اوريجانو. رح حط انا على صلصة البيتزا السكر. ليش بنحط السكر؟ السكر بيقتل حموضة، تقريبا معلقتين سكر بيقتل حموضة البندورة، يعني بيساعدني انا على البندورة انه مثل ما تعودنا نحن مثل ما مندوق انه صلصة البيتزا بتكون حلوة. هلا هيك صارت انا عندي جاهزة الصلصة، بس تغلي وتعقد بنضيف الاوريجانو بتصير جاهز. وعندي هون العجين صار جاهز بنخمره. طبعا نحن بنكون مشعلين فرنا على درجة حرارة 250 درجة. هلا بنرجع بنشيك على الصلصة وبنحرك الباستا شوي. هلا بهالأثناء نحن رح بس تصير جاهزة عندي الباستا، طبعا مثل ما تعودنا انه انا رح صفي الباستا ونبردها مشان نخلطها مع السلطة. هلا هيك صلصة البيتزا تقريبا يعني 60% صارت عندي جاهزة، بخليها عم تغلي. أنا ما بضيف مي بنوب على صلصة البيتزا شباب، لأنه نحن بدي خليها تعقد مزبوط. رجعنا لنشوف شو وين وصلنا بشغلنا لليوم. هلا عملنا العجين صارت جاهزة مثل ما أنا شايفين، ريحناها صارت عندي جاهزة، أنا مديت وحدة مشان ضيق الوقت. الصلصة صارت عندي جاهزة، أنا بعد ما عقدت البندورة كمان، طبعاً قساتها شوي سخنة. بعد ما عقدت البندورة طبعاً حطينا الأوريجانو بالكمية المطلوبة، صارت عندي هيك جاهزة. هلا رح نخلط السلطة مع بعض، بعدين نمد البيتزا بصير عندي. هلا فليفلة حمراء وفليفلة خضراء رح نحطهم. الباستا كمان صفيناها وسلقناها. سلقناها وصفيناها. هلا بننزل الباستا. صارت عندي هون جاهزه انا فليفله خضراء، فليفله حمراء والباستا. البصل كمان عندي اختياري انا، بنحب في كثير من ستات البيوت بتحب ما بتحط بصل، في تستعيد عنه على البصل. كمان بالبصل الاخضر ما انه غلط. البندوره الكرزي كمان فينا نستعمل نحن بندورة العادية. هلا اليوم انا مستعمل لحومات باردة لسلطة اليوم اللي هي السلامي. بنخلي شوي للزينة على الوش. والدجاج المدخن. هلا هيك صارت سلطتي جاهزة. ننزل بزيت الزيتون. عصير الليمون. سلطة كثير بسيطة وسهلة. تعتمد وفينا نضيف نحن خل كمان، الخل اختياري بس خل ابيض. ملح ما منكتر، اوريجانو او حبق اخضر او بيستو حسب الموجود. هلا هيك صارت انا عندي السلطه صارت عندي جاهزه للتخليط. طبعا انا ما راح اخلط هلا، راح نخلطها وقت السكب. هلا راح ننتقل لعند العجين او لعند البيتزا. مندور البيتزا بهالشكل ومنريحها. بعدين هلا بنرش رشة طحين شوي على البيتزا، نفردها بايدنا هيك بهالشكل. بالشوباك
بنمد العجين بشكل دائري. طبعا بتساعدني الطحين على سهولة المد مع الرشة الصغيرة. هلا هيك صارت تقريبا العجينة ممدودة جاهزة. اليوم بيتزا انا حاعملها بيتزا سميكة مو رقيقة، لانه كثير من الاطفال او كثير من الاشخاص بيحبوها تكون العجينة شوي سميكة. طبعا نحن اذا بدنا نسمك العجين لازم نزيد كمية الخمير بقلب العجين لحتى تصير انا عندي العجينة سميكة او تاخذ القوام سميك. هلا هيك صارت انا عجينتي جاهزة، بنحطها بالصينية. طبعا بنذكر انه نحن بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 300 درجة للبيتزا. هلا مدينا، بنمد عجينتنا بشكل متساوي على الصينية. هلا صارت جاهزة العجين، بنثقب بالشوكي عشان ما يصير انا وقت اشوي البيتزا تطلع احيانا فقاعات. هلا بننزل بالصوص. هلا طبعا نحن من هون بنحط الصلصة على اثنين، على الصغيرة وعلى الكبيرة، يعني للاجبان المشكلة ولا بيتزا خضار. هلا صارت عندي انا الصلصة جاهزة. هلا بنوزع الجبنة على اثنين. هلا هيك صارت الجبنة عندي جاهزة على الخضار انا. بنحط هون كمان الاجبان على الفور تشيز او الاجبان المشكلة. بحط جبنة الشيدر. طبعا الاجبان فيني استعملها انا، فيني استعمل جبنة موزاريلا، فيني استعمل جبنة الاجبان الموجودة، ايمنتال، شيدر، برميزان الموجود، ريكفورد. هلا بنوزع الريكفورد بشكل ما بكتر انا، لانه الريكفورد هي من الاجبان اللي فيها طعم حدودية يعني بتعطيك. هلا هيك صارت انا بيتزا الاجبان صارت عندي جاهزة. هلا بنخلط مع بعض، بنمد الخضار، بنمد بنحط الفليفلي، الفطر، البندورة. هلا هيك صارت عندي جاهزة، بنحط الزيتون، بنرش رشة شوية جبنة على الوش، وبنفوت على الفرن على درجة حرارة 300 درجة مثل ما حكينا. هلا هيك صاروا بيتزاياتنا جاهزين ليفوتوا على الفرن. وصلنا للمرحلة النهائية مثل ما تعودنا كل يوم لنقدم طبقنا لليوم. قدمنا البيتزا بالشكلين، بيتزا أجبان وبيتزا خضار، وقدمنا الباستا بهالشكل، سكبناهم طبعاً بالسكب التقليدي اللي أنا بسكبه دائماً. هيك صارت البيتزا عنا جاهزة والسلطة جاهزة. إن شاء الله ميت صحة للجميع وتضلوا بخير.